النهارده يا جماعه انا بتكلم عن الناس اللي هي عماله تتكلم وتقول لي ان ده مش جسمك، ان الفيديو اللي انت نشرته ده مش جسمك اصلا، وانت شكلك مراكب جسم وكده. راكب جسم ازاي يعني؟ عايش بفتح شويه عشان مش عارف، كله برضه عمال يقول انت دايما مغمض مغمض مش عارف. المهم ان ده جسم يعني، مش انا بقالي 5 سنين بلعب رياضه على فكره. المهم بالنسبة للكاب، في برضه ناس بتقعد تقولك انت ليه دايما في فيديوهاتك لابس كاب لابس كاب. هو المدمن سجاير يعني تقدر تقول انت ليه مدمن سجاير؟ انا مدمن كاب مزاجي. اوريكوا حتى من السكسي باكس كده للناس الشكيكة. ماشي، يا ريت يا سهى تعلقي على الفيديو ده وتقولي لي ايه رأيك. باي.